اسمي حيدر علي من العراق. معك أم سالم العازمي من الكويت. معك عنود الزامل من الكويت. أحمد غانم، عندي جنسية إيطالية، من الأصل جنسيتي مصري. لا والله جاي علاج وما يقارب الحين أكثر من 6 شهور تقريبا يعني. خير الله يسهلها معانا إن شاء الله ومع المسلمين كافة أجمعين إن شاء الله. ما أنا علاج. أنا صار لي أكثر من 30 سنة. يعني شوف حنا الحين ما يقارب 6 شهور هني. للأمانة صار لي 5 شهور. 5 شهور إيه. وعايش في لندن بقالي 7 سنة. والله في ما انتشر بس ما هالكثرة يعني. أنا ما أشوف شيء يعني هذه يعني تحصل في جميع أنحاء العالم يعني ما أشوف شيء منتشرة في يعني يعني كل واحد يعني ممكن يحافظ على نفسه يعني. فإحنا كذا مرة نقول حق الناس حافظ على نفسكم ويعني لا تتمشوا في الليل أو أشياء تتعرض له. زي أنا ما قلت لك يعني في أوروبا يعني حالتهم يأسة جداً فيضطرون العالم انه يسرقوا. يضطرون في ناس مرتزقه في ناس وسخين. شوف وايد حالات سرقه وللامانه انا بعد تعرضت حق سرقه وللامانه يعني من اخرها الوضع كان جدا مريب. يعني وين ما اروح ادير بالي على كل غرض من اغراض اللي معي او اللي مع اللي يكونون معي بالطلعه. فسالفه البوقات هذه صارت شوي قام ينخاف منها لأن كثرت البوقات بوايد أماكن يعني للأمانة سالفة إنك تنباق وأنت بنص الشغلة أو بنص السالفة يعني أبي لا شيء مو طبيعي للأمانة. فوايد يخرع الوضع عامة مع الكل. العالم مضخم الموضوع والعالم دولة هنا بصراحة بتعيش في أزهى عصورها وإحنا بنعيش في أزهى عصور في البلد ديت والبلد في أمان ومفيش أي شيء. ده الشيء اللي هو الوحيد اللي باقي لينا. يبقى ده الحمد لله إن إحنا اللي باقي لينا. لا طبعا مش طبيعي هاي الأشياء يعني. كانت الأسعار معقولة. فأنا زي ما قلت لك في البداية إن هاي الكورونا والحرب وهاي الحروب والأشياء فالغلاء في مصب الشقق في مواد التجارية مواد الغذائية يعني أشياء جدا جدا مرتفعة. والله والسياحة حلوة بس تغيرت الأمور بعد الكورونا وصار كل شيء غالي وأسعار مرتفعة جدا. زي ما تعرف ظروف العالم الحين في الوطن العربي أو في أوروبا عامة فهذه الأشياء يعني تغيرات اللي صار فيها وبسبب الحرب طبعا اللي حصلت الحين روسيا مع أوكرانيا فزادت الأشياء يعني جدا جدا جدا. الله معاناة يعني معاناة شديدة والله للأمانة. يعني شوف حنا الحين ما يقارب 6 شهور هني. من أول ما جينا معاشنا تقريبا إيجارنا تقريبا 900 باوند بقدرة قادر انتقل إلى 1100 1200 حاليا 1400 وخلال أسبوعين بعد رح يوصل 1700 1800. ما أنا ماني عارفة شنو هالطفرة. يعني في بداية أساسا في بداية ما أول أيام ما جينا كانت الأسعار نوعا ما إلى حد ما مقبولة. يعني نقدر نقول لندن بشكل عام غالية والواحد يتقبلها. لكن من قبل بداية الموسم يا أمي كل شيء طفر طفرة مو طبيعية. يعني وصلنا المرحلة أنكم تقول لا خلاص أنا اليوم ما راح أطلع برا أفضل أني قاعد في مكاني أنا معاشي كله حق الأجار وبس. يعني الله يسهلها إن شاء الله ويراعون هالمسألة بالذات يعني حق الناس اللي جاية علاج ما يوفي معاها الأمر. يعني تحس ميزانيتها كلها رايحة على الأجارات ومهدد كل أسبوعين ثلاثة راح يزيد كل أسبوعين ثلاثة راح يزيد. يعني يا ريت بس يأخذون هالنقطة بعين الاعتبار بس. الله
الله المسهل إن شاء الله. الأمانة حيل حيل الحمد لله بالبداية بالنهاية، بس الوضع يعني للأمانة جدا تقدر تقول عنه سيء، تقدر تقول عنه يلا ها يتعدى. هو شوف في ناس يشوفونه كبير، في ناس يشوفونه لا عاد، بس اللي جايين علاج مع علاج لا شيء اكيد راح يشوفونه وايد مبالغ فيه، خصوصا انك انت قاعد فتره، يعني مو قاعد مثلا يعني فتره قصيره وتعرف متى بترد، لا احنا هني علاج، فالوضع راح يكون متخربط كله، عشان كذي ساعات وايد تتأزم، وتتأزم انت نفسك بالمصاريف حتى، وخاصة يعني الأجارات هني ما يصير تسوي أي شيء إلا لازم تكون قبل كل شيء دافع الأجار، فمتعب طبعا. دي برضو نفس هنمشي نفس السيستم برضو، استغلال العرب، مش احنا مش عايشين في مجتمع، مش عايشين في مجتمع منفصل عن العالم، لا احنا الانجليز والعرب والاجانب كلنا عايشين في مجتمع واحد، مفروض ان احنا نكون واحد، ولكن ان فئه معينه يعني انها تختص بالغلاء، يبقى دوت ان العيب فينا احنا كعرب، انا كعربي انا الاخر، يبقى العيب فينا احنا مش العيب فيهم هم.